السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. معانا النهاردة توك جديدة مع باشمهندس محمد طايل. باشمهندس محمد هو حاليا دوت نت ليد في شركة اس جي تي. هو باشمهندس ما شاء الله، يعني أي حد دخل على الفاير لينكد إن عنده هيلاقي عدد مهول من الخبرات في شركات مختلفة. يعني طبعا يشرفني إن هو النهاردة يبقى معانا ويشارك معانا بعض الخبرات ديت، إن شاء الله يعني نقدر نفيد الناس بأكبر قدر ممكن. حاليا طبعا نسيب المايك لباشمهندس محمد، هو يعرفنا أكتر عن نفسه، عن على الأقل يعني بعض الشركات اللي اشتغل فيها لأن هم عددهم كبير. تفضل يا باشمهندس. معاك محمد طيب، انا خريج هندسه الازهر قسم نظم وحاسبات، وبرضه خدت الاي تي اي بس دفعه قديمه شويه، برضه من 2005. اشتغلت في الشركات، واشتغلت في الحكومه، واشتغلت بره في مصر في الخليج. اشتغلت يعني مع اكتر من كانت شغل مختلفه والكلام ده. حاليا دلوقتي موجود في شركه اس جي تي، مقرها هي شركه سعوديه، مقرها السعوديه ولكن ليها برضه فرع في مصر، موجود هنا في مدينه نصر. يعني حضرتك بتقول ان يعني حضرتك كنت خريج هندسه، فانا برضو اللي اعرفه من زمان وتقريبا حتى الان ان بيبقى في اختلاف شويه ما بين نظام هندسه وحاسبات، ان يعني في بعض الناس بتقول ان هندسه بتركز اكتر على الهاردوير. انا مش خريج هندسه فمش عارف اقول او في حاجه زي كده، وفي اراء مختلفه عايزين نعرف بقى على يعني. أي أيامنا كانت هي أكتر بتركز على اللي هي الحاجات الخاصة بالكنترول والأوتوما والحاجات الخاصة بالبي ال سي والماشينز، وبرضو على جزء من السوفت وير والكلام ده كله. يعني هي بتاخد الماشين والدوائر الكهربية والكهربائية والدوائر المتكاملة والكلام ده كله. ده حسب ما أفتكر دراسة من 14، يعني يمكن الدراسة بتاعتي إمتى؟ أنا أكتر من 16 17 سنة والله، يعني خريج 2004، يعني ده 18 سنة، ده أنا أفتكره من ساعة 18 سنة والكلام ده كله. طب ايه اللي يخلي حضرتك تتوجه اكتر لحته السوفت وير؟ يعني مثلا بما ان حضرتك مش خريج حاسبات، فايه مثلا اللي خلى حضرتك تروح مثلا لحته السوفت وير؟ لا زمان كان ده في الأزهر، إن الأزهر ما فيهوش حاسبات زمان، ده كان عم بنتكلم يجي 20 سنة فاتوا، تمام؟ 20 سنة فاتوا كان الأزهر ما فيهوش حاسبات، ومش عارف هل في دلوقتي ولا لأ، بس كانت هندسة، وأنا كنت داخل حابب البروجرامينج، يعني حابب ان انا ابقى مبرمج. طب بما ان حضرتك بتقول ان حضرتك مثلا كنت حابب البروجرامينج وكده، حضرتك اصلا يعني بدأت ازاي في حاجه زي كده؟ بدأت ازاي اصلا في تراك البروجرامينج؟ احنا ده كان ده نفس سنة أولى بعد إعدادي هندسة، كان دكتور شاطر جدا. الدكتور ده كان راجل، هو اللي علمنا البروجرامينج الله يمسيه بالخير، اسمه عبد الفتاح الشرقاوي. الراجل ده كان راجل عظيم جدا، كان بيمنع أي حد فينا يكتب كود بعدي، كان يحط الكود ويشرح علمنا ازاي نفهم الكود ونترجمه جوه دماغنا. وقال حتى لو انت ما عرفتش في الامتحان تكتب الكود، اتعلم ازاي انك انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله، واكتب لي حتى بوسيد الكود انت المفروض تعمل ايه وانا هفهم الكلام، بس ما تحفظش الكود. كان اي حد فينا بيكتب وراه بينقصه على طول. بما ان حضرتك بتقول ان حضرتك كنت خريج اي تي اي طبعا من دفعه 2005، فايه رأي حضرتك في الاي تي اي؟ يعني هل الاي تي اي تستدعي فعلا؟ يعني انا دي وجهه نظري الشخصيه، ان انا درست 4 سنين في الكليه وطلع عيني في الكليه وبعد كده اكمل دراسه ثانيه لمده 9 شهور او 3 شهور، وخصوصا ان في مشكله ان لو حد حصل له اي حاجه بعد الشهر مثلا لو شلت حاجه هتدفع مبلغ محترم، هل دي تستدعي فعلا ان انا اروح الاي تي اي؟ الاي تي اي مشروع نجح جدا جدا جدا، مشروع يعني بدأ في التسعينات، بدأ في التسعينات وخرج ناس هاي كواليفايد للسوق، وبدأ الكلام ده. لا انت بتدرس في الحاسبات، بتدرس بتبقى بتتعلم حاجات كتير، بس بيبقى ناقصك شويه حاجات السوق هو اللي عايزها. فهم بيجوا يعملوا زي الاي تي اي، بيقسم جزء فاونديشن، فالفاونديشن ده هو الجزء ده هو بيعلم الكل، سواء جاي من حاسبات او يعني او جاي من اي خلفيه، نون كمبيوتر ساينس او نون كمبيوتر انجينيرنج، ويأسسك فيها، وبعد كده يديلك تخصص، وبعد كده يديلك بقى بتدي جراديويشن بروجكت والكلام ده. فميزه الاي تي اي هو بيديلك الحاجه اللي المفروض تتعلمها عشان تطلع جاهز، وده اللي بيخلي اي حد من خريجين الاي تي اي بيبقى سهل جدا ان هو يشتغل او الكلام ده كله. على ايامنا كمان، يمكن على ايامنا كانش فيه موارد او حاجات موارد التعلم زي الايام دي، يعني احنا بنتكلم على 2005، ما كانش فيه حاجه زي يوديمي او بلور سايت منتشره بالقوه، فما كانش قدامنا غير انك تاخد كورسات عشان تفهم السوق ماشي ازاي، او انك تخش حاجه زي الاي تي اي توفر لك الكلام ده كله بنان بروجرام، ببرنامج نجح ومصمم وبيتغير كل سنة على حسب تغييرات وتحتياجات السوق. يعني الاي تي اي انا ما كنتش عارف اصلا اللي هي من التسعينات، انا كنت عارف اللي هي موجوده بس مش من لا بدري لا قوي لا، كده. الاي تي اي موجود من التسعينات، كان تابع لمجلس الوزراء، الى ان جاء في 2005 اتغير تبعيته من مجلس الوزراء، مجلس الدعم واتخاذ القرارات مجلس الوزراء، الى وزارة الاتصالات. حضرتك عارف طبعا ان يعني في ناس كتير بتبقى عايز تخش حاسبات او هندسه، حضرتك تقدر بقى عشان يعني في ناس تبقى غاويه دلوقتي كمان، والموضوع بدا ينتشر زي ما حضرتك شايف تقريبا الفتره دي، ان في ناس كتير بتريكومند الناس تخش حاسبات، ففي ناس ما بتلحقش انها تخش حاسبات او هندسه بس بتبقى عايز تبدا في تراك البروجرامينج، تقدر تنصحهم ان هم يبداوا ازاي او يتوجهوا لفين او يعملوا ايه؟ بص، هو في
في كورس نازل على يوتيوب مجاني بيشرح منهج جي اس 15 تقريبا او سي اس في، انا حاطه البروفايل بتاعي مثبته. ده بيشرح بالعربي المنهج بتاع جامعه هارفارد، هو لو مشي فيه وعرف ان يلاقي نفسه فيه وفاهم الدنيا هتمشي معاه. وثانيا هي بتعتمد في النهايه، انت لو لقيت حد بيعلمك كويس او بيشرح لك كويس الدنيا هتتعلم. في ناس بتقدر تستحمل تكمل عشان المجال ده مش سهل ان حد يستحمل فيه ويكمل، هو كل الناس عندها معلومات، بس اللي بيقدر يوظف المعلومات دي ويطلع بيها شغل والشغل ده يبقى شغل ناجح ده مش كتير. يعني انا شفت شايف في السوق في ناس كتير واخدة معاها ومعاها وكده، بس اللي عنده صبر ان هو على الشغل نهايته ما بيكملش، انا مش شايف يكملش. فلازم انت تشوف نفسك وانت بتشتغل وبتدرس الحاجات اللي هي الاساسيه والبيزك والكلام ده كله، انت هتقدر تكمل في المجال ده ولا لا. طب حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني على مسيرة شغل تقريبا من 2005 او 2006 لحد دلوقتي، ايه الحاجة الصعبة اللي كانت وقفت قدام حضرتك في خلال مسيرتك دي وخلت حضرتك لا مثلا يعني طلعت منها زي مورال او نصيحة مثلا او درس كده اتعلمته خلال مسيرة شغلك؟ ما تلجاش دايما للريفام، كلمه الريفام انك شايف ان حاجه معموله بالاولد تكنولوجي وانت عايز تحولها للنيو تكنولوجي الا لما يكون في حاجه تستدعي انك تقولها للعميل تقنعه بذلك. يعني انت عندك حاجه شغاله والدنيا شغاله، وانا اشتغلت في حاجتين كان اثبتوا لي هذا الكلام. واحده كانت في 2008 دخلنا في موقع كبير وضخم كان معمول حاجه قديمه جدا فيجوال بيزك طبعا واس بي كلاسيك، مش حتى معمول حتى الكلام اس بي دوت، وكان شغال. فالناس اتضايقت من طريقه الشغل هنغير وهنعمل، بس احنا بنغير مفيش حاجه باللينك بتلينك ببعضها، كل حاجه شغاله لوحدها. فعملنا هجين من الشغل، في حاجات قدرنا نعمل لها ريفامب ونطلعها بشكل احسن، وفي حاجات هنسيبها زي ما هي بس هنحسن في طريقه ادائها على نفس الشغل والكود القديم الموجود. ففي الحاجه القديمه اللي شغاله وموجوده والكلام ده وتأدي والعميل ما اشتكاش منها، ما تجيش انت تقول انا هغيرها وعشان اعملها ريفامب عشان اقلبها نيو تكنولوجي بس وخلاص. العميل مش هيقتنع، العميل تقول له كبزنس وايز انت هتعمل الكلام ده ليه؟ والتأثير اللي هيعود عليه بالنفع وهيعود عليه ازاي ان هو يبقى احسن لازم تشرحها له من ناحيه البيزنس مش من ناحيتك انت كتكنيكال ديفيلوبر. عشان كده دي الحته كانت مهمه جدا. الشركه الثانيه كانت شركه كبيره جدا وضخمه من احد شركات الاتصالات فيندورز اللي موجودين في مصر. فبنتكلم معاه عن حاجه قديمه والدنيا ايه يا عم انت مش عايز تغير والكلام ده، قال بس ما هي شغاله هصرف ليه وقت هي شغاله والدنيا مش شغاله، ما حدش اشتكى منها ما بتقعش، ايه هصرف وقت على ده كله؟ لما هتيجي طب احنا طب ده الكلام ده كله بقى بسيط، انا خلاص لما هيجي يعني في مايكروسوفت هتقول خلاص انا وقفت عن الدعم بتاع الشغل ده، هاجي اقول لكم يلا غيروه، تعالوا غيروه بنيو فيرجنز والحاجات دي كلها. فالعميل كان هنا فاهم هو عايز يعمل ايه وليه، هو برضو خلي بالك ان هي انت عايز تتكلم وعايز تعمل حاجه احسن، بس هو بالنسبه له ده وقت فلوس وممكن ريسك، فانت لازم تدير الموضوع ده هو بمنتهى الحرفيه بحيث ان مفيش حاجه هو كانت شغاله عنده مظبوطه وتوقعها له. ايه الحاجه الصعبه بقى اللي يعني اللي واجهت حضرتك يعني بغض النظر عن ده يعني مثلا حاجه في النص مثلا عطلت حضرتك ان انت تكمل في الشغل، اي مثلا ظرف حصل لك يعني مثلا اي حد مننا بيبقى حاصل له مثلا شويه صعوبات حياته، انا مثلا ما اشتغلتش على طول اول ما اتخرجت، فبتبقى في شويه حاجات زي كده دي بتبقى معلمه شويه مع الشخص في المسيره بتاعته. حصلت مرة في أحد السنين أنا كنت شغال في الحكومة وكنت شغال في قطاع خاص at the same time، ولكن الكلام ده بيأثر على أسرتي على استقرار أسري، فوقفت الشغل في القطاع الخاص وقعدت سنة ونص مهتم جدا إن أنا أثبت أسرتي بيتي الداخلي في الأسرة وأنا أنظم شؤون أسرتي بالكامل، وكسبت ساعتها الأسرة. مش مشكلة إن أنا خسرت ساعتها شغل شوية، بس أنا أهم حاجة عندي هي إنك تكسب أسرتك وأولادك، يعني دولة ده أنا شايف ده الاستثمار الحقيقي في الحياة. طب بالنسبه لاي ليد بيبقى في دايما ميثودولوجي بيتبعها ان هو بيحاول يطور في التيم بتاعه، ايه بقى الميثودولوجي اللي حضرتك بتحاول تتبعها عشان التيم يبقى مثلا دايما متطور او دايما يبقى مثلا ابديتد باي حاجه جديده ومثلا بيحاولوا يحسنوا من طريقتهم مع بعض سواء في التكنيكاليتيز او سواء في التعامل ما بينهم؟ خلينا نركز الاول على التكنيكال. الدنيا اسهل ما يكون. التكنيكال انت بتبتدي على طول بتقرا بتشوف الابديتس اللي موجوده، مين عمل ايه، تغيير جديد حصل في ميثودولوجي مثلا في اركتكشر معين، حصلت مثلا ان الناس كانت بتشتغل بحل بطريقه معينه في الحل ده اتطور والكلام ده كله. فانت كل شهور بتحط حاجه ان احنا عايزين نتعلم حاجه معينه، طبعا ده بما يتوافق ان كمان ما تضغطش عليهم عشان الشغل، ساعات في وقت من الاوقات الشغل بيبقى مضغوط جدا وعندي تسليم ومفيش وقت، لكن بحرص ان احنا على طول بنحط عينينا على احنا ازاي هنتطور، لان انا دايما بقول لهم مفيش حاجه ثابته، فلازم نتطور كلنا على من اصغر جونيور لحد انا، لازم نقرا ولازم نتطور ولازم نطبق حاجات جديده والكلام ده كله، بس كل حاجه بحساب. في حاجات بنقدر احنا نطورها ونطبقها جوه المشروع، وفي حاجات لا هنطبقها ونعملها. برضو واحده من المصادر الحلوه اللي بعتمد عليها لما الشباب عندي ساعات بيعملوا انترفيوهات بره، وانا عارف انهم هيعملوا انترفيوهات في شركات
الشركات والكلام ده كله. اقول لهم اكتبوا الاسئله انتوا عرفتوهاش، وقولوا لي انتوا عرفتوهاش ليه، ونبحث مع بعض بحيث ان التيم كله يستفيد من الكلام. نيجي لاصعب حته بقى، ان هي فعلا الكوميونيكيشن مش التكنيكال. الكوميونيكيشن هو ده اصعب نقطه اللي انت تقدر تبني فيها فريق او تهدم فريق. انا دايما عاده لما بكون في غلطات او اخطاء باجي اتكلم مع الناس بصيغه ان انا مش جاي احاسب، ولكن جاي اشوف ايه سبب الخطا عشان نتفاداه. يعني انت دايما لما بتكون تيمين، حته ان انت هتجيب حد عشان تحاسبه عشان هو يتخليه في موقف ان هو يدافع عن نفسه، هنا دي مشكله كبيره. لكن انت ايه المشكله وتعالى نحاول نطورها، ايه نوصلها ازاي ان احنا نبقى احسن. بتساعده، بتشوف مره واتنين والكلام ده كله، وتشوف هل هو بيطور من طريقته ولا لا. لو لقيت ان هو وصل، في ناس من بعض الناس مشكلتها ان مخها ثابت ان هو ما فيش عنده احسن من كده ومفيش غير كده، بيحل نفس المشاكل بنفس الطريقه، فبالتالي مش هيوصل لنتائج مختلفه. ده هنا ما نقدرش احنا نكمل معاه، ده ما نقدرش بقى هنكمل مع حد ازاي هو شايف نفسه ان هو اصح واحد وانه ما ينفعش الكلام ده كله. اذا كان احنا كلنا بنرجع بعض، يبقى في انا بتم مراجعتي وساعات بنرجع مع بعض مع الشباب وبنصحح بناخد القرارات. لكن لو انت عندك مشاكل ونبهنا تنبه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وكل مره بنحاول نخش وهو مصر على نفس الطريق ومش عايز يغير، يعني ما الا نفسه خلاص انتهت. دي فعلا يعني شفتها في كذا حد قبل كده، شفتها خصوصا في انترفيوز، ان الشخص يبقى غلط في الانترفيو تحديدا ويبقى لا انا مصمم ان انا ده الصح وده التفكير الصح، وتوصل لدرجه ان في ناس كمان ممكن تسيب الانترفيو وتمشي بسبب حاجه زي كده. هو مقتنع بوجهه نظره ومش مقتنع باي وجهه نظر ثانيه، استمر في الغلط ده فخلاص انا مقتنع بدي. دي جميلة، ودي ممكن يكون برضو غلط من الانترفيور برضو بطريقته. يعني برضو في دي انترفيور برضو بيبقى مستفز، يعني هو الراجل اللي بيعمل الانترفيو نفسه. يعني انا مرة يعني تعرضت لمواقف كده، يعني في انترفيوهات مع ناس، فجيت قلت له هو ده كنت قريت السي في كويس؟ قال لي اه. لو انت قريتها، طب انت ازاي بتسالني في حاجه انا مش عارفها، او انت بتسال في حاجه انا قلت لك الكلام ده من الاول ان هو مش انا ما عملتوش او الكلام ده كله. اه اصلي مش عارف ايه، ويرجع تاني يعيد نفس الاسئله على حوالين نفسه. فبيبقى في خطا هنا وهنا. لكن انا بتكلم على الشغل نفسه بقى. انت جبت حد معاك في التيم، وبعد شهر تظهر مشاكل في شغل، مشاكل ثلاث تربحها عدم تركيز او عدم وضوح المعلومه او عدم فهم المعلومه بشكل صحيح. طب اسال نفهم ونفهم، طيب يرجع تاني، هي نفس السؤال رجع، طب انا قلناها، طب تاني تالت، هتفاجئ بقى انت ايه ده، مفيش تركيز خالص هنا، انت راجل مش مركز في شغلك. دايما بيبقى لينكد ان، يعني هو حاليا لينكد ان يعتبر اكتر موقع بروفيشنال او من اكتر مواقع البروفيشنال الناس كلها بتتعامل عليه. طبعا اي حد بيبقى عايز يفكر ان ازاي احسن اللينكد ان بتاعي، فمن وجهه نظر حضرتك ايه يعني افضل حاجه ممكن الشخص يعملها عشان يبقى دايما قدر الامكان محسن اللينكد ان بتاعه؟ اول حاجه ان هو يبقى اكتف ونشط على لينكد ان. اكتف على لينكد ان بمعنى ايه؟ اني انا اقدر اروح مثلا، انا عرفت مثلا قريت مقال تكنيكال عجبني، فيا يا جماعه انا قريت المقال ده واستفدت منه واحد اتنين تلاته، يبتدي الناس تخش على المقال او على هو كاتبه، وتبتدي تعمل عليه هيتس، ده يعلي البروفايل بتاعه، يبتدي يكتب طول الوقت في حاجات نافعه، ما يكتبش لمجرد الكتابه فقط وخلاص، ويقسم الخبرات بتاعته في اللينكد ان ويكتبها بشكل ان هو اشتغل في الشركات دهيت والكلام ده كله. تالت حاجه يكتب البروجكتس. ناس كتير جدا بلاقي كاتبه لي في صفحه في السي في كامله عن البروجكتس، لا انقل البروجكت ده لللينكد ان، انقلها من السي، واكتب معاك التيم اللي انت بتشتغل معاك. حاول على قدر الامكان الناس اللي اشتغلت معاك وفعلا انت اثرت في حياتها انها تدوك ريكومنديشن، انت فعلا افدتهم في حياتهم ان هم يدوا لك ريكومنديشن، عشان تبتدي الريكومنديشن كل ده يعلي اللينكد ان بروفايل بتاعك. كل ده يخلي طول ما انت طول الوقت شغال على لينكد ان بتعمل الحاجات دهيت، اللينكد ان بيبقى انت عليه هيتس كتير على البروفايل بتاعك، فبتدي البروفايل بتاعك يعلى. دلوقتي يعني ما شاء الله حضرتك خبره كبيره قوي من السنين، ليه اخترت تحديدا الدوت نت ما شفتش مثلا تراكس تانيه؟ لان دوت نت شامل لنا معظم الحاجات اللي موجوده، يعني هو مايكروسوفت يعني هو اتضح. يعني مثلا اول ما انا اشتغلت على دوت نت من اول 2002، من اول ما طلع خالص اتعلمت الحاجه. لا مايكروسوفت فيها كان ساعتها فيها ميزه حلوه جدا، ان هي الدوكيومنتيشنز بتاعتها تكتب دوكيومنتيشن بشكل منظم جدا. التريننجز اللي بتعملها مايكروسوفت ده كان بيتكلم بقى قبل طبعا اللي يحصل التطور اللي موجود حاليا. يعني انا واحد من ضمن الناس اللي اشتركت مع مايكروسوفت ايجيبت في تعليم مايكروسوفت تكنولوجيز على مستوى الجامعات من 2006 ل 2010، لفيت على جامعات مصر كنت بدرس من مايكروسوفت. فمايكروسوفت عندهم حته الدوكيومنتيشن والتوتوريال والسبورت عاليه جدا. السي شارب مع مالتيبل ريجدمس او فيها اكتر من حاجه تقدر تتعامل بيها والكلام ده، ممكن في كذا قناه شرح الموضوع ده كويس. انا يعني من وجهه نظري ان هو في حاجات كتير جدا بتحرك مشاكل، في بعض الاحيان لا بنستخدم حاجات تانية بره مايكروسوفت والكلام ده كله. في حاجات
بروجكت كامل كانت مايكروسوفت، في حاجات ما سبورتش، حاجات احنا عايزين نعملها في السكيورتي، كان الكلام ده في 2006 2007. لا انا استخدمت بالكامل الجافا، ما استخدمتش الدوت نت. الفكره دلوقتي ان كل حاجه بتتطور. حضرتك بتقول ان دوت نت حضرتك شغال من 2002، هل شايف ان حتى الان في تطور؟ يعني باختصار طبعا شديد كده، هل في مستقبل للدوت نت قدام؟ طبعا، انا بصراحه انا هم اساسا ما بيطلعوش تطوير، والفريم وركس بتاعتهم والاسامي والحاجات الجديده اللي بينزلوها، والدوت نت يعني دوت نت عندك دوت نت بعد دوت نت ستاندرد، دوت نت كور، دوت نت كور 1.2، دوت نت 3، دوت نت 5، دوت نت 6، منزلين حاجات كتير جدا وبتحل الوقت بتحل المشاكل، بس هو احنا بس يا رب نعرف نلاحق عليهم الشغل اللي هم بينزلوه ده هو. لكن زي ما بقول لك، هو في حاجه بالك النقطه، في حاجات ناس مثلا انت انا من وجهه نظري دوت نت في، لا في حاجات تانية ممكن تلاقيها افضل مثلا في ناحية النود جي اس، او من ناحية انك تستخدم حاجات تانية. هنا ده بيجي دور السوليوشن اركتكت، ده بيبقى ده مش دوري انا اكتر، ده بيدور حتى معنا سوليوشن اركتكتشر، هو اللي بيقول والله احنا عشان يجي لي السوليوشن والله احنا ممكن نعمل ميكس ما بين الحاجات اللي هي في حاجة تعملها بالنود جي اس، في حاجة تعملها بالدوت نت، وفي الكلام ده كله، وابتدي يوزع الشغل على التيمز، ده كل التيمز اللي بيشتغل بيها. تمام، ففيش حكر على في مشروع ممكن يكون يعني ممكن يعمل حاجة زي كده، ممكن تعمل شوية اي بي ايز تعملها بالنود جي اس، وشوية حاجات هتعملها انت بالدوت نت فريم ورك، دوت نت كور، في حاجات ما تحلش مشاكل غير مثلا تستخدم حاجات معينه، مثلا ممكن تستخدم مونجو دي بي، في حاجات لا افضل ان هستخدم فيها اللي هو سيكوال ريليشنال داتابيز، في حاجات هستخدم فيها نان ريليشنال داتابيز، في حاجات ممكن استخدم فيها كلاينت، بعض الاحيان احنا بنشتغل مع كلاينت سوفت وير بره، يعني في وقت من الاوقات انا اشتغلت مع شركه، هي الشركه دي عباره عن شغاله كلاينت لشركات سوفت وير في اوروبا، فبيبقى في اوريدي عنده مشاريع تانيه بالتكنولوجيا زي مثلا بوسترايج اذر تكنولوجيز، فاحنا على طول بنشتغل، ما فيش حكر على حاجه. ليدر بتاع المبرمج اللي فاهم اسس، فاهم ومتاسس وفاهم الكلام ده كله، هيقدر يخش يشتغل في اي مكان، بس جاست بس انه بيتعلم الفرق في التولز بيمشي ازاي، وايه البنفيتس بتاعتها، ادفانتج المميزات بتاعتها، وايه اللي تقدر تديهولك في الشغل بتاعك. الشباب داخله بحماس كبير قوي. انا في سؤال دايما بساله كل السبيكرز اللي معايا في التوكس، اللي هو مين الشباب من كتر حماسهم بيبقى عايز يخلص بسرعه. انا عايز اخلص بسرعه دلوقتي، وصلت لدرجه ان في ناس بتتشالنج بعض، ان انا مثلا انا خلصت التراك، يعني هو والله قبل كده شفتها، انا خلصت التراك شهر وكمان جالي منه فلوس ومش عارف ايه وكده. فهل وجهه نظر حضرتك هل في حاجه اصلا اسمها اخلص التراك في سيم الوقت؟ لا هو ده يعتمد على استيعابك وفهمك الاصل الحاجه الموضوع ده. ممكن انا قاعد بسمع، اقعد اسمع تراكس الصبح، انا قاعد بسمع بس ازاي اطبق ده كله الكلام ده وافهمه، واستيعاب مره واثنين وثلاثه. هم بيتحدوا بعض لان هم عندهم هلع، في هلع شديد جدا وخوف شديد جدا، وان معظم بقى الشباب، انا بما ان بقى راجل انا اللي بكلمهم طول الوقت رسائل كتير، الشباب عندهم هلع وخوف ان هم لو ما لحقوش التكنولوجيا وما لحقوش ذاكروا كل الكتب اللي بتنزل ومش عارف ايه، الشركات مش هتاخدهم ومش هيشتغلوا وهينتهوا ومستقبلهم هينتهي بسرعه. انا دايما انصح اي حد، حضرتك دخلت شغل، الشغل ده شغال، انت ما عندك كنت جاي فريش تماما، ما عندكش اي خبره، وربنا كرمك واشتغلت، دخلت في شركه، الشركه دي بتشتغل باكس من التكنولوجي، ركز على اكس ده. طب ده فلان بره بيتكلم قال لي ده انا سمعت مش عارف ايه، والتكنولوجي التانيه بتعمل كذا كذا، وانا كده حاسس انا متخلف. لا حضرتك ركز في شغلك، ركز في شغلك انك تنجح فيه وتكبر فيه، بعد ما تفهم شغلك كويس وتقدر تفهمه بسهوله، والدنيا دي خلاص وصلت انك فهمت الدنيا دي هي الكلام ده، حط النكست ستيب انك تتعلم حاجات تانيه زي اللي بتسمعها بره. لكن ما تجيش في وسط انا لسه جاي شغل جديد وناقل على شغل جديد، والشغل والنصيحه دي بنصحها مش بس للفريش، ده بنصحها لكل السينيورز، دخلت شغل جديد ربنا كرمك، ركز على انت عايز ايه من الشغل ده وازاي تثبت نفسك فيه، خلاص وصلت لنفسك وثبت نفسك وعديت المرحله وبقيت شاطر جدا والكلام ده، وشوف ايه الكلام ده كله، شوف ذاكر الحاجات اللي هتنفعك برضه جوه شغلك. طب لقيت الناس عندك مش مبوره، ولقيت الناس عندك جامده ومش عايزه تتعلم ومش عايزه تستقبل هذا الكلام، اتعلمه دلوقتي لنفسك وخليك جاهز ببلان بي، وقت ما تحس خلاص انك جبت اخرك من المكان ده، وانك انت ما بتتطورش فيه، وان هم ما بيستفيدوش منك، ولا انت بتستفيد منهم، ولا انتوا الاثنين بتستاهل، خلاص وصلت لمرحله ان لص يعني كله خسران، لا اجهز بقى بالجديد وانزل انت ودور على شغل تاني وابتدي انقل على خبره. هو دي فعلا شفتها، يعني تحديدا في الاي او اس، الناس بتبقى داخل الاي او اس في الاول يقول لك طب ان في ناس بتقول فلاتر، فلاتر هو الجاي وفلاتر هو المستقبل، طب انا اكمل في الاي او اس واقعد اذاكر اي او اس ولا اروح في فلاتر؟ هي دي تحديدا بشوفها كتير قوي في الاي او اس، اي حد داخل طب ما فلاتر اسهل ويقولوا فلاتر هو اللي جاي ومش عارف ايه. هي دي فعلا خدت بالي منها جدا جدا في الاي او اس. انا خدت بالي منها في كل الكلمات المكالمات اللي بتجيلي يعني على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. انا لما دخلت اكتشفت حضرتك ان انا ده فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وفلان مشهور على اللينكد ان بيقول كذا. قلت له بص، انت دلوقتي اهم نجاح هتعمله انك تركز في الشغل اللي انت فيه تنجح فيه وتبقى انسان ناجح
فكر على بعدين في المرحلة بتاعتك، مرحلة شغلك انك ازاي تبقى ناجح فيه، المرحلة التانية انك تطور من نفسك. تاخد كل يوم ساعة مذاكرة، بس برضو في اللي يطور شغلك مبدئيا، ما يبقاش رايح 6 شهور على لسه 6 شهور في الشركة وبدور على حاجة بعيدة عن الشغل اللي انا بشتغل. طور لغاية ما توصل للمرحلة انك انت مش بتستفيد، هتموف على طول. حضرتك قلت انك عديت بمراحل كتير، منهم شغل في شركه ومنهم شغل من البيت ومنهم برضه ساعات شغل ريموت. من وجهه نظر وبرضه إدارة شغل مع جهات حكومية وجهات تانية. حاليا حضرتك ايه وجهه نظرك بالشغل من البيت؟ هل هي حاجه كويسه ولا لا؟ يعني بالاخر كده، مميزات الشغل من البيت وعيوب الشغل من البيت. مميزات الشغل من البيت ان انت بتبقى على راحتك، مش راحتك قوي طبعا يعني، بس بتبقى بتصحى ما فيش عندك هم مواصلات والكلام ده كله، لكن بتفقدك ميزة مهمة جدا، هي الاتصال الانساني او التواصل الانساني مع بيت زمايلك. احنا بنتعامل طول الوقت مع ناس احنا شايفينها من ورا الشاشات، والتواصل الانساني شيء مهم. انا افضل دايما الهايبرد مود، اللي هو جزء من البيت وجزء من المكتب، عشان نتواصل مع بعض. خلي بالك ان الفيس تو فيس كوميونيكيشن بيحل مشاكل كتير، واصعب كوميونيكيشن ما وراء الاجهزه، ده بيسبب مشاكل تانية اكبر. يعني ممكن اقول لك انا بكلمك كلمه فانت مش عارف الكلمه دي، هل انا اقصد بيها ان انا بضحك بيها معاك، ولا مقصود بيها ان انا بتريق، ولا فبتدي بقى تلف في دماغك اكتر من كلمه، والكلمه ممكن كلمه تقفل لك اليوم كله. فانت لو شفت الشخص وتعاملت معاه يمكن يكون ده يوصلك، لا تاخد بقى حسن الظن، لا هو كان يقصدش كذا والكلام ده كله، والدنيا بتنتهي بالمشاكل ده. الفترة اللي فاتت أصلا الحوار ده انتشر أوي بسبب فكرة إن مثلا لو أنت كاتب حاجة من غير ما تحط معاه مثلا إيموجي بيضحك، بالنسبة للشخص اللي قدامك أنت ما بتهزرش، أنت ممكن تكون بتتكلم جد. فزي ما حضرتك بتقول فعلا الحوار ده، يعني دي حاجة بسيطة جدا، بس لا يعني تخيل إن إيموجي ممكن يغير شكل المسج أصلا، فلا فعلا بتفرق شوية. ما انا بقول لك التواصل الانساني مهم 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 لابعد حدود. طب دلوقتي بما إن يعني حضرتك بقالك فترة كبيرة جدا في التراك، ليه مثلا حضرتك ما فكرتش تفتح شركة خاصة بيك؟ الشركات حلم عظيم، وفي ناس فتحت شركات ونجحت، وده بيرجع لطبيعه الشخص نفسه. وخلي بالك لو الناس كلها تفتح شركات مين هيلاقي موظفين؟ هو برضه دي النقطه. انت برضه بتيجي تفتح شركه بتبقى عايز حد شاطر قوي 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 هو اللي يدير الشركه ديت، لان معظم مشاكل مصر في الاداره مش في الشركات. الشغل في مصر كتير، لكن اللي بيديروا باحتراف هم قليلين مش كتير. كل المشاكل اللي انا عمال اشوفها في جروب دونت ورك زير على لينكد ان كلها نبع من مشاكل اداريه. فانا واحد من ضمن الناس، انا مش عايز افتح شركه وادخل في هسل، مش يعني مش هقدر اتحمل موضوع اللي هو الضغط المالي، واني لازم اوفر كاش فلو. خلي بالك انت فتحت شركه لازم هتبقى مسؤول عن الكاش فلو بتاع الموظفين، ان هو يكون يجي في ميعاده الكلام ده. في ناس شاطره وسنها صغير وقدرت تعمل هذا الكلام وجيب تمويل، وشايف شركات بسم الله ما شاء الله كبرت والحاجات دي كلها، بس في نفس الوقت الشركات دي بتحتاج الناس اللي زينا عشان تقدر تظبط العمليه بتاعت الاداء بتاع الاداره وكله الكلام ده، بتعرف ازاي تمشي الاداره وتدير الناس. يعني فعلا المشكله اداره، خدنا بالنا الفتره اللي فاتت من كمان كميه اللي اوفس، حتى الشركات العالميه او بدا ازاي بقول يبهوأ منهم شويه. لا اللي اوفس يعني نقدر نفصل بينهم، ان احنا حاجه ده نتيجه ازمه كبيره اقتصاديه حل بجد بدون مشكله، وبين الشركات اللي بتفتح وتجيب ناس وبعد كده ما بتعرفش تدير الناس، ففجاه الناس تمشي. طب الناس دي كلها ازاي؟ طب جايبين ممكن تلاقي حد واو شاطر جدا في التكنولوجي وفشاطر جدا كتكنيكاليتي، ولكن مش عارف يتعامل مع الناس ويعرف يدير الناس ازاي. انا شايف ان دايما مشكلتنا احنا مش فتح الشركات، فالشركات مش يعني الكلام ده كله، تقدر تفتح شركه من اي حته وتدير وتجيب الناس وتشتغل ويشتغلوا ريموتلي وكله. المشكله الاكبر في الاداره. طب دلوقتي حضرتك خدت بالك اكيد ان في الفترات اللي فاتت كان في ديسبيوت كتير قوي على فكره بروبلم سولفينج، وكان في هنا يعني نقطتين. نقطه بتتكلم ان الفلتر في الشركات زاد، على حته مثلا ان انا اي شركه دلوقتي اللي هو ايه واخده مثلا زي الفانج وكده، ان انا حاجه زيهم هعمل الفلتر ده عندي، اشمعنى انا ما اعملوش واجرب اعمل الفلتر ده على الناس اللي داخله الشركه وكده. في ناس تانيه بتتكلم ان بروبلم سولفينج عموما مهمه اصلا في الحياه ومهمه لشخصيه الشخص كبروجرامر او اي حاجه زي كده، بتفرق معاك. وجهه نظر حضرتك ايه في الناحيتين؟ هي بتفرق طبعا، ولازم يتعلم، لازم يتعلم البروبلم سولفينج، ويمكن من اوائل الناس اللي اهتمت بحكايه البروبلم سولفينج وانها تخش المسابقات دي بصراحه جامعه القاهره، هندسه حاسبات جامعه القاهره، يعني الناس اللي كانوا شاطرين جدا في الموضوع ده وكان بيخشوا كتير جدا منهم. لا دي مهمه، دي مهمة ومهمة، وبدأت دلوقتي تاخد حقها جامد كويس جدا، وبدأت الجامعات تخش وبدأت الناس تعمل وبدأت الناس تبني، عشان بناء الأنظمة محتاج الناس تكون مش بس تكنولوجيا، أنت فاهم البروبلم سولف ماشية ازاي، الخوارزميات الألجوريزمز ماشية ازاي، الكلام ده كله. فدي مهمة جدا جدا جدا.
احنا ما كانش لينا حظ قوي على ايامنا ان احنا يكون نفس الاهتمام زي اللي موجود دلوقتي. طب والفلتر اللي الشركات بدأت تعمل له ابلاي بطريقه اكبر شويه، هل شايف ان ده حاجه فعلا تستدعي حاجه زي كده؟ يعني هل فعلا كل الشركات دلوقتي، يعني في شركات كتير بدأت، مش عارف برضو عشان الامانه، هل هو اتباع للشركات ولا هل هم فعلا شايفين ان دي حاجه مهمه؟ في وفي في شركات فعلا بتعمل برامج عشان هتجيب ناس، عشان هتعمل حاجه بجد محترمه، وفي ناس بتعملها من اجل ان يعني احنا بنعمل كده وخلاص. تفاجأ طبعا تخش تلاقي كود جوه عباره عن لازانيا، حتى سباكيتي لازانيا حتى كالعادة. لازانيا سباجيتي. يعني انا مره احد الناس امتحان مش عارف كذا حاجه، وكان بيقول لي انا دخلت الشركه لقيت حاجه، لقيت ايه ده السباكيتي حتى منظم بالنسبه له. انا بس عشان بنروح بس بنمتحن كده عشان كده وخلاص. في وفي بالنسبة لحضرتك، يعني أنا عارف إن أي ليد بيبقى مثلا بيتابع مع الناس اللي تحتيه، سواء جونيورز أو سينيورز أو أيا كان، بيبقى في مرحلة بيبقى فيها كود ريفيو، فإيه مثلا الحاجة اللي حضرتك بتتبعها في حتة الكود ريفيو دي؟ بص، هو حاليا ما بستخدمش تول قوي، انا بدور على، لكن بنستخدم بندور على ان احنا لازم نفورس ان احنا نكون متبعين على قدر الامكان السوليد برنسبل. السوليد برنسبل لو طبقت بكل، يعني مثلا خصوصا بكل اللي هو يتقال عليه اللي هو السنجل ريسبونسبيلتي، الاوبن كلوز برنسبل، يعني ميني باترنز طبعا حسب الباترن ده، سيلف اوبن كلوز برنسبل، ديسكوب برنسبل، ديبندنسي زيرو انجكشن، البيت المهمه دي كلها بدي بنحاول على قدر الامكان احنا نطبقها. ويمكن في وقت من الاوقات نقول للناس لا خلاص، يعني خلصوا عشان الوقت. وبعد كده بيجي لي انا وقت فاضي، يعني مرتاح شويه ما بين مثلا تسليم فيرجن وفيرجن تاني، فنروح عاملين كود ريفيو تاني. وكلنا نبدأ مرحلة الريفاكتور بقى. يعني احنا يعني خلينا مش بس انا بس كمان كدكتور، لا كلنا نبتدي نعمل كذا، كل واحد يبتدي الكلام ده، وجهه نظره على اساس علمي، مش على اساس ان احنا اصلا شفته في شركه فلانيه، لا على اساس علمي هتعمل دي ليه كذا. تمام، يعني افتكر مره ان احنا عملت ريفاكتور لكود رهيب من الداتا بيز، ستور بروسيجر 1000 سطر، فطبعا كانت حاجه عنيفه، فدي كانت بتعمل شويه ترانزاكشن، فدي قلبناها از اوبجكت اورينتد، كنا بنديها للكلاسز وشويه ميثودز صغيره سنجل ريسبونسبيلتي، وكل ميثود مسؤول عن حاجه، وكل ميثود بتتكلم من الميثود الثانيه اللي بعديها، ولو الدنيا دي كلها في حطيتها في سنجل ترانزاكشن. في حاجات تانية مثلا في الكود ديتا ستور بروسيجر برضه مهوله، بتعمل كميه جوينز مهوله برضه، فقلبناها شويه وقلت لا دي نقلبها، مثلا احنا ممكن نعملها فيو ونستخدم نقلبها على فيو على دابر. فانت بتيجي كل حاجه ليها ميثودولوجي، بتحاول دايما تقرا طول الوقت بالكود ريفاكتور وتعمل تدور على الاحسن. ملهاش بقى ملهاش يعني ملهاش بقول لك ايه، كل وقت كلنا بنتعلم من بعض. بناء على ايه كده مثلا تحدد الاركتكتشر اللي تشتغل بيه؟ ممكن زي حضرتك مثلا بتقول ممكن يكون عندكم الاركتكت اللي موجود في الشركه. طب والله افترض انا حد مثلا دلوقتي بقدم في الشركه عندك، ومثلا في تاسك مطلوبه مني، فانا كواحد بقدم انا ما عنديش اركتكت ما عنديش اي حاجه، فانا اقدر احدد مثلا الاركتكتشر او الاركتكتشر اللي استخدمه عشان اعمل حاجه زي كده بناء على ايه؟ لان دي بتبقى مثلا خصوصا الناس اللي في الاول بتبقى واقفه معاهم قوي. في ناس مثلا ممكن تبص لها من ناحيه الابلكيشن ده سهل، انا ممكن استخدم له اركتكتشر سهل انه ما يستدعيش ان استخدم حاجه واضحه. في ناس ثانيه لا، انا باين كل الباورز اللي عندي مثلا في الحته دي، في ان انا استخدم اركتكتشر قوي عشان يبقى مثلا بطريقه الحته دي تبقى، يعني اقدر اوصلها ازاي؟ بص، هو الحته دي يعني هو بص، لا غنى عن دور السوشيال اركتكت في الشركه. تمام، الراجل بيقول لك مثلا ان هتستخدم ارتشر فلاني، احنا عاده بنستخدم ان هو كلين اركتكتشر بتاع مايكروسوفت، بننزل دايما بننزل السمر عليه وتاسع اللايرز بتاعتها والكلام ده. في بعض الاحيان بنضطر نعمل ميكس ما بين ان احنا نستخدم حاجات ريشنال سيكوال، او لو انا عندي حاجه كبيره بقدر اجيبها نو سيكوال، خصوصا في بعض الاحيان بيبقى عندي ريبورتات ضخمه، الريبورتات دي بضطر ان انا مش هجيبها جوينز واعمل ايه، مش هفهم، لا بعملها على حاجه زي فلات تيبل وبعملها داتا بيز منفصله تماما نون ريليشنال. ففي حاجات بتطبق هنا وبتطبق فيها ريشنال داتا بيز، وفي بتطبق نون ريليشنال داتا بيز. في بعض الاحيان لو احنا عندنا حاجه احنا ما شفناهاش قبل كده وهنحتاج اركتكتشر معينه، بنجيب حتى لو فري ده، يعني بقى يعني نجيب الرول ده، هي الوضع كذا كذا كذا، وعايزين اركتكتشر دوكيمنت، يبتدي يحدد لنا التكنولوجيز احنا هنستخدمها، هل هنستخدم مايكرو سيرفيس ولا لا، هل ما بقاش لو الدنيا دي مش محتاجه مايكرو سيرفيس يبقى احنا هنستخدم مونوليثيك موديولر والدنيا الكلام ده كله، وهنعمل كذا وهنستخدم الحاجات الفلانيه عشان نحل المشاكل ده. هي مش متفعله قوي في مصر دور الاركتكتشر والسوشيال اركتكتشر بالشكل الكافي، كلها اجتهادات شخصيه ما شفتهاش مبنيه، يعني ما شفتش كل قليل اللي مبني على علم يعني، بس شفتها بره اكتر. انت
ابتدي يشوفها بره اكتر والكلام ده كله. حضرتك قلت ان بتستخدم الكلين اركتكتشر بتاع مايكروسوفت، انا عارف ان الكلين اركتكتشر هو كونسبت اكتر من كونه اركتكتشر، يعني مثلا ليتس سي هاخد مثلا ده فور اكزامبل، اخد الام في سي وابلاي عليه السوليد برنسبل، فانا تقريبا وانس ان انا عملت الميكس مع حاجه مع السوليد برنسبل بيبقى كلين اركتكتشر. هو في كورس كامل مايكروسوفت هو حد شرحه بالكامل على بلور سايت، شرح الحته دي جدا، يعني شرح مبدا السي كيو ار اس ازاي تطبق السي كيو ار اس، ازاي تطبق الايفنت سورسنج، الكلام ده كله بيطبق الحته دهيت. انت هنا بتكرر بقى، هل انا محتاج كل الحاجات الباورز زي ما انت قلت دهيت، ولا الموضوع ما يستاهلش؟ ما انا مش هاجي على حاجه ممكن ما تستاهلش، مثلا هتكون صغيره جدا بتعمل حاجه، يعني حاجه سمول فانكشن واعملها، اعمل عليها اكتشر كبير. هنا بيجي التقييم بقى، لكن لو محتاج بقى سوليوشن كبير، سوليوشن في كلام، هل انت محتاج مثلا في اكتر من دومين، يبقى هتطبق الدومين دريفن ديزاين، وتطبق جوه الدومين دريفن ديزاين والكلام ده كله. موضوع الاركتكتشر صراحه انا فيه مش اللي هو الواو، لان انا بصراحه مش ضمن السكيلز اللي مكتوبه عندي، انا اكتر في التكنيكال دليفري، بس في التكنيكال دليفري والكلام ده. فزي ما بقول لما اطبق الحاجات اللي احنا عارفينها، لو لقيت ان الدنيا هتكبر وفي حاجه، لا بضطر استعين لازم بالتكنيكال سوليوشن اركتكت، وابتدي اتكلم معاه عشان يطلع لي الاركتكتشر دوكيمنت في الاخر. طب بالنسبه لحضرتك في اي انترفيو، ايه مثلا الحاجه اللي تخليني اقول الشخص ده مناسب جدا ان انا اخده معايا، والحاجه اللي تخليني اقول لا مستحيل اخد الشخص ده معايا؟ هتكلم عن حاجات كومن، لكن في حاجات طبعا احنا عارفينها والكلام ده. اول حاجه الشخص ده لما بيجي الانترفيو، طريقه اجابته على اسئله، من بعض الناس بتضطر تحطه تحت، تشوف ضغط عصبي شويه، بيشوف هو هيتصرف ازاي والكلام ده كله، هو عصبيته والحكايه ده. لكن اللي يهمني في النهايه هو التزامه بالميعاد، طريقة كلامه عن شغله السابق كانت عاملة ازاي، طريقة الشغل كانت، يعني كان طريقة شغله، عن كلام عن شغله، طريقة كلامه عن، يعني بتبان حاجات كتير في الانترفيوهات. انا دلوقتي كشخص لسه عايز ابدا في المجال، دايما ببقى دلوقتي الموضوع منتشر جدا ان الاشخاص بتبقى عايزه مثلا منتور ليها، انا مثلا ولنفترض انا عايز افاضل مثلا ما بين باشمهندس محمد وحد تاني، انا ايه اللي يخليني اقول الشخص ده يصلح يبقى منتور ليا او ما يصلحش يبقى منتور ليا؟ خصوصا لو انا واحد في الاول فانا ما ببقاش عارف حاجه خالص. ولا حاجة، تاخد الاتنين مع بعض وتاخد الحلو من هنا والحلو من هنا، عادي جدا. مفيش حد عنده كل حاجة كويسة، يعني ما ينفعش حد يجي لي يقول انا هاخد، انا تبع حضرتك بس مش تبع فلان، لا، اكون من فلان وفلان وفلان، وفي النهاية شوف الأحسن ليك ايه واعمله. مفيش حد عنده العلم كاملا، يعني الكمال لله وحده. هو مش علم، يعني زي ما حضرتك شايف دلوقتي ممكن على لينكد ان الاقي حد بينزل بوست كتيره وكده، واو مثلا يبقى شايف اللي هو بيفيد الناس بالقدر الممكن، بس في نفس الوقت مش ده الشخص مثلا ينفع يبقى منتور، لان خصوصا انا بتابع الى حد ما، يعني ده هيقول لي اعمل واحد اثنين ثلاثه، ممكن الثاني يقول لي اعمل واحد اثنين ثلاثه مختلفين تماما عن ده، انا وقتها غصب عني لازم فلازم اختار. التجربه، بص يا باشا، التجربه هنا هي اللي بتوضح لك. واحد اتنين تلاته ده ممكن يكون مفيد لاحمد عبد المنعم، احمد منعم ممكن يكون مش مفيد لاحمد عبد المنعم، ممكن يفيد محمد طايل وممكن برضه ما يكونش مفيد لمحمد. كل واحد فينا ليه حاجات تنفعه وليه حاجات ما تنفعوش. احنا مش بنتبع، ده مش قران، ده في النهايه تجارب. انا بقول لك على تجربه انا عملتها بالشكل الفلاني وشايف انها كويسه من وجهه نظري انا الشخصيه، فوجهه نظري الشخصيه وجد ايه ادتني الاتجاه للموضوع ده. في واحد تاني يقول لك لا، انا شفت من وجهه نظر الشخصيه وطلعت على التجربه بشكل مختلف. فانت بتاخد التجربتين وتقعد تفكر فيهم بناء على اللي يخصك انت دلوقتي ويفيدك. انا مونيتور بس اكتر للناس اللي هي في حياتهم، يعني انا عندي طبعا شباب كتير جدا بفضل الله عز وجل كان عندهم مشاكل كتير جدا في ازاي ان هم مش عارفين يلاقوا شغل، ومش عارفين ان هم تعرضوا لمشاكل والكلام ده كله. الحته دي بفضل الله عز وجل انا فيها شاطر جدا الحمد لله. التكنيكال بديله اللي انا اعرفه، وشوف برضه في دور على حد تاني واستفيد منه، يعني ما عنديش حاجه اسمها ان انت لو انت بقيت مونيتور طب انا هروح لفلان، اروح لفلان، ما جايز كمان انا استفيد من فلان ده هو. وانا دايما عاده مقتنع 1000000% ان العلم مش حكر على حد. في ناس ربنا مدي لكل واحد فينا حاجة بيكمل بيها التاني، مديني حاجة ومديك حاجة ومديني مش مهندس فلان حاجة، فكلنا بنكمل بعض وكلنا بنعرف ناخد نستفيد كلنا من بعض. الذكي هو اللي بيعرف يتواصل مع أكتر من واحد وياخد من كل واحد برودكت ويجربها لغاية ما يوصل في النهاية لكوليكشن خاص بيه هو وعرف ينجح بيه. وجهة نظر دي برضه، بس الناس بتبقى مستعجلة شوية، فهي دي الفكرة، فلو أنا عايز دوت يلا على طول زي ما احنا قلنا في الأول، هي دي المشكلة. لا لا لا، انت بص، يعني بعد 18 سنة في الشغلانة دي اكتر حاجة اتعلمتها ان الناجح مش اللي هو التكنيكال واو خالص، اللي عنده صبر واللي عنده ادابتيشن، تكيف، يقدر كل شوية يتكيف ويغير من شكله ويحط حاجة جديدة دي ويغير من طريقة تعامله. لو انت بتتعامل بنفس الطريقة بقالك سنين، هنا انت هنا في مشكلة كبيرة جدا لازم هتتغير. فالبقاء اكثر ذكاء وتكيفا وصبرا. طب اكيد حضرتك عدى عليك سيفيز كتير قوي، فايه اكتر الاخطاء اللي عدت ولفتت نظر حضرتك ان
مثلا يعني الراجل هو مجرد ما اشوف الحاجه دي موجوده عنده في السي في، لا اقدر اكمل في السي في. يعني في اكيد اخطاء كتير بتتكرر، واكيد ما شاء الله حضرتك عدى عليك سي فيز كتيره. السيفيز يعني بص، انا مبقاش اكتر حاجه سي في بتدخلي، انا مش فاهم هو عايز ايه في السي في. يعني هو غالبا بيحكي لي قصه حياته، فده اي سي في بتبقى بتحكي قصه الحياه فاحنا بنجنورها، بنعملها اجنورنج على طول. بنحب نركز على السي في اللي بتبرز هو عندك ايه بالظبط، واشتغلت فين، وانت عايز ايه، وفاهم هو عايز ايه. السي في ده سي في داخله متفصله على الكلام ده كله. شفت حضرتك اشتغلت في السعوديه، انا ده شفت على لينكد ان، فما اعرفش هل ده كان ريموت ولا حضرتك كنت شغال فعلا في السعوديه قاعد لا، هناك. قعدت اشتغلت هناك فترة في المملكة، الرياض، في 2012 2013. طب ايه مثلا اللي يخلي حضرتك ترجع من السعوديه، مع ان في ناس تانية مثلا اراء بتقول ان لا، لو انا مثلا جات لي فرصه ان اشتغل هناك واقعد هناك هقعد هناك، ايه الفكره في كده؟ يعني مثلا ايه، او من وجهه نظر حضرتك يعني برضه يوصل يبقى اوضح، مصر ان انا اقعد اشتغل هنا في مصر ولا ان انا اشتغل في السعوديه؟ ما فيش اي حاجه، بتبقى رزق في النهايه. انت تشتغل هناك رزق ربنا مسرها لك، انما ربنا ميسرك هناك الرزق ده، انت في النهايه بتبقى عايز تشوف ربنا ميسرك فين. يعني انا رجعت لان انا راجل الولد الوحيد لوالدي ووالدتي، فالوالدي ووالدتي ده هم راحوا هنا، يعني انا ما اقدرش اسيبهم ولا الكلام ده كله، فاروح والدي ووالدتي ما اقدرش اسيبهم، اروح اسيبهم لمين؟ اضطريت ان ارجع وجيت هنا وناس اشتغلت. فاصحابي هناك مستقرين في السعوديه، في ناس سافرت امريكا، في ناس سافرت كندا، كل ده انت حسب ربنا ميسره لك فين، على حسب. يعني في دايما اقول للشباب، انت لو عندك حد يقدر يرعى والدك ووالدتك خلاص سافر، لكن لو ما عندكش هتسيبهم لمين؟ اه دي نفس وجهة نظري عموما، يعني دي من الحاجات اللي انا مقتنع بيها جدا. هي يعني انا حضرت قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا حضر وفاه والدتي بالكامل ومن اول الكلام ده، فدي بتساوي عندي كتير. وشفت ناس بقى تانية لا فين، ما عرفوش ينزلوا غير بعد الوفاه بيومين ثلاثه، طبعا يعني كانت مؤثره جدا. يعني طب الله يرحمها اولا. تاني حاجه، من وجهه نظر حضرتك بقى، في الشركات دلوقتي حاليا زي ما حضرتك قلت في الاول، الشركات بتواجه مشاكل كتير في مصر، فمن وجهه نظر حضرتك ايه او ايه المشاكل الاكتر الكومن اللي موجوده حاليا؟ الكومن اللي موجود، ممكن انت تجيب ناس انت مش عارف انت بتجيب ناس ليه، جبت حد موظفتوش في المكان اللي يعرف يشتغل فيه صح بامكانياته، انت مش عارف تعمل ايه في الكلام ده هو. فدي واحده من المشاكل اللي انا بشوفها دايما، يعني ناس جابت المشاريع وجابت الناس مش ده الشخص المناسب، يلا مع السلامه امشي. الحاجه التانيه التعامل بقى مع الناس، يعني زي ما قلت لك بالظبط في الاول، انت اخطات حصلت مشكلة، هتتعامل مع المشكلة ازاي؟ احنا نفتقد الى ثقافة ان احنا نتعامل مع المشكلة بسبب بنعملها بمشكلة اكبر منها. فتعاملنا نفسه يبقى هو ما بيحلش مشكلة، هو المشكلة. ان احنا جمعنا الناس وازاي وعايزين ندور على مين اللي عمل المشكلة ده هي عشان نطلعه على المسرح ونبتدي هو بقى ايه نديله الكلام. نعم بهدوء، احنا نقدر نحل المشاكل، مشاكلنا معظمها هي مشاكل تواصل. يعني مشكلة إن إحنا لما يطلعوا الشخص على المسرح دي منتشرة جدا، وكمان الحوار بقى بوستس على السوشيال ميديا وخلاص، فتحسوا خناقة أكتر من كنا إحنا مش هنحل، لا إحنا هنتخانق. انا شفت مشاكل كتير وشفت حاجات كتير زي ده هي، وبعض المشاكل انا توسطت فيها عشان تتحل، عشان ما تكبرش عن كده كمان. ان يا جماعه المنتهى البساطه التعامل الانساني مهم. حضرتك تاني حاجه، لو انت عندك شغل انت مش عارف الدنيا تبقى ماشيه ازاي ككاش فلو معاك، انت ما تجيبش حد وفي النهايه انت مش عارف تعرف تقبضه. في ناس فتحت شركات جابت شغل، فين يا جماعه المرتب؟ اصل احنا لسه ما خدناش الفلوس بتاعتنا. طيب الناس دي ذنبها ايه؟ الناس دي عندها التزامات، فتلاقي مثلا بالشهر ولا الشهرين ما بياخدوش مرتبات. فتبتدي يبقى ناس تتكلم على النت، احنا رحنا عند الشركه الفلانيه ورحنا اشتغلنا وما خدناش فلوسنا. فتبتدي بقى الدنيا تنتشر. طب وعلى ايه ده كله؟ اول انت شوف نفسك ماديا هتقدر تغطي المرتبات دي لغايه فين، وتحط الافريج وتجيب حد فعلا يحسب لك المتوسط ويحسب لك المتوسط الكلام ده كله، وشوف التكلفه اللي انت الناس هتجيبها دهيت وتظبط لها الدنيا. لكن هي مش تعيني بقى عشوائي، مشكله كبيره برضه. المفروض اصلا الشركات تخاف، لان حاليا حته السوشيال ميديا فعلا فعلا بقت بتفرق. يعني ان انا اخش اسرش مثلا على اسم شركه في مكان او في جروب زي لونج وورك دير، والاقي الناس بتقول عليها حاجات وحشه، فلا انا خلاص كده مش هكمل فيها. وانا عندي تعليق على دونت وان وورك زير برضه، مش كل الحاجات اللي بتتقال فيه بنسبه كبيره صحيح. يعني في احد الشركات فوجئت ان هم بيتكلموا عليها وحش جدا، كان طالب دخل في منحه واتكلم مع الشركه بشكل مش ظريف، فوجئت في النهايه لا انا عارف الشركه دي كويس وعارف مديرها كويس وعارف الناس اللي شغاله فيها كويس.
يعني المفروض يعني بتبقى ميكس، يعني انا مثلا يعني بسأل وفي نفس الوقت بشوف، انا عن نفسي انا بعمل كده. لكن انت حضرتك النهارده بمنتهى البساطه حصلت مشكله بينك وبين الشركه، حاول تحلوها، ولازم اللي جوه الشركه حد يستوعب الناس، يقعد كده معاه ويقول له 1 2 3 4 ويستوعب الموضوع. ده كده كان آخر سؤال مع حضرتك، يعني لو حضرتك بقى حابب تقدم نصيحة للناس، حابب تقول أي حاجة. أهم حاجة اللي أنا زي ما قلتها وهفضل أقولها إنك تصبر، الموضوع مش سهل. تاني حاجة نصيحتي للشباب، أنا مرة جيت لقيت شاب فبيقول لي أنا خلصت امتحانات وعايز حضرتك تديني كورسات، قلت له أهم حاجة أنت سافرت مع أصحابك وخرجت، قال لي حضرتك أكيد بتبعت الرسالة دي خطأ، لا بالخطأ ليا أكيد حضرتك ما تقصدنيش، قلت له أنت قلت له أنا أقصد حضرتك، حضرتك رحت سافرت مع أصحابك وخرجت قضيت وقت كويس، فقال لي إزاي هقضي وقت مع أصحابي وأخرج وأروح وأنا عندي مذاكرة ولازم ألحق أذاكر، يا حبيبي المذاكرة هتذاكر بس لازم كمان تراعي الجانب الانساني مع اصحابك مع عيلتك مع قرايبك مع والدك ووالدتك مع اخواتك، كل الكلام ده مهم جدا. انا بشوف دلوقتي الترند زي ما انت قلت لي مين بيخلص تراكات وكله بيعلي على بعضه، لكن حبيبي انت نسيت حاجه اهم من ده كله، انسى العلاقات والاقارب والانسانيه، يعني مهمه جدا، ده الاستثمار الحقيقي اللي هيقف جنبك، ولادك لو انت ما وقفتش جنبيهم دعمتهم وخليت انت بالنسبه لهم صاحبهم وباباهم وكل حاجه بس فرغت نفسك للشغل والفلوس انت خسران، لان الموضوع ما بيدومش غير في النهايه انك لازم تستعين بالله وتبقى جنب اسرتك. جالك فرصه للسفر بره مع اولادك وزوجك معاك في اي حته، ما تسافرش من غير اسرتك ابدا، وتكون منسقين لبعض عشان تقدر انك انت احنا بنشتغل وربنا بيرزقنا عشان نكون اسره ونطلع اولاد نافعين لمجتمعهم وصالحين ونفسيتهم مستقرة، مش بنطلعهم بس عشان نطلعهم دكاترة ومهندسين والكلام ده كله. فأنت كشباب احرص على الجانب الإنساني، أنت كأب وكراجل بتشتغل احرص على الجانب التربوي في ولادك وتكون مع ولادك والكلام ده وتديهم وقتهم وحبك ليهم، ده بس نصيحة ليا. شكرا جدا لحضرتك طبعا يا باشمهندس، انا استفدت شخصيا من حضرتك قلتها، وانبسطت جدا جدا بالتوك دي مع حضرتك بصراحه، يكفي يعني طريق حضرتك حتى قبل التوك بكده، يعني التوك بتاعت النهارده خلصت. بشكر باشمهندس محمد، طبعا لو اي حد عنده كومنت او عايز يقول اي حاجه للباشمهندس يقدر يقولها طبعا على الفيديو، في نفس الوقت برضه اسيب لكم الكونتاكت بتاع الباشمهندس محمد كلها في الديسكربشن بتاع الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في التوك الجاي.